تمكنت من إطاحة بأفراد عصابة إجرامية منظمة تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 73 سنة، من بينهم طبيب وامرأتان، تورطوا في قضية الاتجار غير الشرعي في المواد الصيدلانية، التزوير في إقرار وقائع كاذبة، السرقة الموصوفة عن طريق اختلاس مال مملوك للغير قدر بقيمته أكثر 81 سنتيم، راح ضحيتهم أشخاص ومؤسسات عمومية وكذا خاصة، استرجاع وحجز كمية من الأدوية قدرت ب 212 علبة دواء مختلفة الأنواع أغلبها الخاصة بداء السكري وداء وأمراض القلب، و6 أجهزة قياس دواء السكري، 46 إبرة أنسولين، 18 وصفة طبية فارغة ومختومة من عند الطبيب وأخرى مملوءة، و37 ملصقة خاصة بالأدوية أيفين، ومبلغ مالي قدر بأكثر من 42 مليون سنتيم. يتم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه أمام العدالة.